أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤاخذ ولي صغير على حلف ابنه على كذب وكذلك في إسبال ثيابه؟ الكبير الوالد يربي الولد الصغير، يربيه على ترك الكذب وعلى اللباس الشرعي، يربيه لا يخليه يفعل الأشياء الممنوعة. ما معنى التربية إذن؟ فهو المسؤول عنه ويأمره بالصلاة ويضرب عليها إذا بلغ العشر، فيربيه على الأخلاق الطيبة وعلى الطاعات وعلى ترك المحرمات. نعم.